تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا أرقام التواصل ما نخبركم عنها، ولكن بعد ما نرحب بطاقم من البرنامج معنا اليوم ميرا الغفلي، أهلا بعودتك يا ميرا، وأيضا بنوح، أيمن سرحيل في الإخراج، وتشاركني التقديم دكتورة ندى الملا. انت مسجلة غياب دكتورة، كم يوم صار لك؟ ايه غياب عندي، بتعيدوني الكورس. اي كورس تعيدوا؟ مو وايد علي غياب، لازم اعيد السنة. لا اوكي هي. انا ما فهمت اول شيء. عموما ارقام التواصل معنا دكتورة، ارقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي. وصبحكم بالخير والنور والسرور في يوم الاحد اللي يحبه كل احد، وان شاء الله يكون بدايه اسبوع جميل وايجابي لنا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. طبعا الفتره الماضيه شهدنا العديد من الاحداث والفعاليات الصحيه في اماره دبي، وكانت يعني هيئه الصحه بدبي جزء كبير منها تتبع لها. طبعا هذه الاحداث مستمره في اماره دبي ولن تتوقف، لان يعني اماره دبي اصبحت الان احد المقاصد للسياحة، سواء كانت السياحة الترفيهية، سياحة المؤتمرات، وأيضا السياحة الصحية. فيعني إذا ما متحدث في هذا المجال ما في يوم عندنا فاضي. صحيح، في وايد فعاليات محمود، حتى من كثر الفعاليات ما شاء الله حين ما تلحق تغطي أو تتابع شو الجديد، فما شاء الله عمار يا دبي. عموما دكتورة، أيضا الأسبوع الماضي نحن ركزنا على واحد من المواضيع المهمة اللي نحن راح نستمر إن شاء الله في التركيز على هذه المواضيع الخاصة بالسمنة. اليوم عندنا دراسة تقول وداعا للسمنة. كيف؟ كيف؟ في مجلة ناتشورال ميديسن نشرت بحث علمي يؤكد ارتباط تركيز هرمون الأسبروزين بالشعور بالجوع وكمية الغذاء اللي يستهلكها الإنسان. طبعا الأسبروزين هذا هرمون بروتيني تنتج الأنسجة الدهنية البيضاء، وهو المسؤول عن كمية الجلوكوز في الدم، ويساعد يعني على تحييد عمله والتحكم به على الحد من الجوع وتقليل كمية الطعام التي يستهلكها الإنسان. وحيث وجد علماء كلية بايلور الطبية في الولايات المتحدة بعد دراسات سريرية أن بعض المرضى الذين يعانون من شهية منخفضة لديهم تشوه في جينات FBN1 اللي ينتج بروتين الفايبرين، لذلك يفتقرون إلى جزء صغير من البروتين الموجود في جسم الشخص السليم المسؤول عن إفراز الأسبروزين. أظهرت الدراسة أيضا أن مهمة هرمون الأسبروزين التفاعل مع الخلايا العصبية في منطقة تحت المهاد في الدماغ، من وظائفها يعني التحكم بضبط عمليات إفراز الهرمونات والتحكم بالجوع والعطش، كما يؤثر الهرمون على نوعين من الخلايا العصبية، الأولى AGRP هذه تحفز الشهية، الثانية POMC هذه تمنع الشهية. بالتالي فإن هذا الهرمون يزيد من الإحساس بالجوع. طبعا بعد أن وجد العلماء أن نسبة هرمون الأسبروزين تكون مرتفعة في دم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، طوروا دواء جديد يحد بالكامل من عمل هذا الهرمون، لكن الدواء
حتى الآن قيد التجارب السريرية الأولى. هذه ثورة مثل ما أنا دائما نقول ثورة في عالم الطب. يعني أتوقع محمود إذا نجح تعرف شو بيستوي؟ بيكون بديل للعمليات الجراحية اللي ما في داعي. يعني بس الناس تسوي عمليات ترميمية بعد مثلا شد الجلد الزائد، بس عملية عشان يضعف بيكون ما له داعي، بيكون عنده هذا الدواء. والله يعني شيء جميل. بس وإن شاء الله إن شاء الله قبل ما يطرحون الأسواق أو التداول مع المرضى يدرسون آثار جانبية. ترى محمود كل هرمون إحنا نأخذه خارج الجسم يكون له آثار جانبية يمكن ما تكون واضحة في التجارب السريرية، لأن التجارب العادة تكون قصيرة المدى ما تبين على المدى البعيد. فإن شاء الله يكون آمن وزين، فمعنا وايد ناس بتستفيد منه. نعتقد هذا يعني بيحقق أرباح خيالية، لأنه ما أعتقد في حد بيتم ما بياخذه، حتى ضعيف بياخذه. لا لا ضعيف شو يحتاجه، لأنه ما بيحتاجه. احتمال ناس تاخذه عشان تحافظ على الوزن، تحفيز الشهية، لأنه هنا يتحدث عن تحفيز الشهية ويتحدث عن منع الشهية. ايه ممكن صح، لان الناس الوايد ضعاف عندهم مشكله ما يزيد وزنهم، فيدورون اشياء تفتح لهم الشهيه عشان يزيد وزنهم. ما حد راضي عن حاله يا محمود. والله لا، المتين يبغى يتم متين، ولا الضعيف يبغى يتم ضعيف، ولا اللي عنده شعر مستانس، ولا الاقرع مستانس، ولا الاقرع مستانس، ولا الطويل مستانس. مو انت ايمن يقصد اقرع ثاني. انا ما قصت ايمن عموما. لنا شوفوا يا جماعه الخير، والله الرضا يعني هذه نعمة من عند رب العالمين. صحيح. ومحمود ترى ما تشوف، أنا دائما قناعتي إذا أنت مو براضي بوضعك ما راح توصل مرحلة الرضا دائما. تعب نفسي يدمنون عمليات تجميل، اليوم تقول خدة، باكر يقول حلجة، ورا باكر يقول خشمة، ما تخلصون. أنت وصلوا مرحلة من الرضا عن شكلكم، عن مظهركم. لا بس يعني واحد سمين لا يرضى عن حاله. طبعا مو شيء يؤدي لأمراض طبعا، ولكن يعني ارضوا بالأشياء اللي ما تسبب لكم أمراض. ممكن نقول مثلا ارضوا بأشكالكم، ارضوا من رب. ترى رب العالمين خلقنا مختلفين لهدف. ليش ما خلقنا كلنا متساويين ومتشابهين؟ عشان هالاختلاف الجميل اللي يكون موجود. جميل. أيضا دكتورة دائما يتحدثون عن الإيجابية والإيجابية، يمكن نختصر موضوع الإيجابية في أن الرضا بما قسمه الله لنا. صحيح. فهذا الرضا، لكن هذا مو معناته أنه ما يكون عندنا طموح للأفضل. بالضبط صح، هاي الشعر الرفيع. دائما نسعى للأفضل. صحيح. نسعى أن نكون في المقدمة دائما. أكيد. وهذه محتاجة جد واجتهاد. يعني لحد يتواكل على رب العالمين ويقول والله أنا راضي باللي الله إذا الله كاتب لي بيعطيني، يا سواء اشتغلت أو ما اشتغلت. هذه مقولة جدا خاطئة. رب العالمين يقول وقولوا اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنت جدم العمل، انتوا اعملوا. ويا جماعه لازم نفرق، لما اكون انا انسان طموح ابى احسن من وضعي او اعدل من وضعي، هذا مو معنى المو راضي باللي الله كاتب لي اياه الحين. لا، رب العالمين قسم الارزاق بطريقه ويشوف الانسان كيف يعني يتعامل مع هذا الرزق وكيف يطوره. فالطموح شيء جدا 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 جميل، ووصى عليه وذكر في القران وقل اعملوا. رب العالمين قدم العمل عشان يشجعنا نحن نعمل ونطمح ونحسن من وضعنا عشان نجذب الطاقة الإيجابية في العالم. ترى الطاقات الإيجابية في العالم موجودة يا جماعة، طبعا غير القضاء والقدر، ما تكلم من ناحية دينية، ولكن لما الإنسان يكون تفكيره إيجابي فإنه يجذب الطاقات الإيجابية، بالتالي تلاقي أموره تمشي بشكل أفضل. وهذا أنا جربته شخصيا. نشوا أول الصبح وخلوا فكرتكم عن هذا الصباح أن أنتم ملانين طفشانين، مو بعجبكم أن اليوم الأحد مثلا أو بداية أسبوع، أو تحسون نهاركم سعيد، تحسون طول اليوم ما يمشي بالشكل اللي أنتم متوقعينه، بس نصحى الصبح نبتسم ونقول توكلنا على الله وإن شاء الله يكون يوم جميل. صدقوني يومكم كله يمشي إن شاء الله بشكل جميل ومثل ما أنتم تخططون له. فخلوا دائما تفكيرنا إيجابي. ترى أي مشكلة أو أي وضع إحنا فيه، على مثل ما تقول أمي الله يعطيها الصحة والعافية، تقول هو بيمر يعني لازم نمر خلال هذا النفق أو هالمشكلة، ولكن أنت كيف تمر فيه؟ هل تمر فيه بطاقة إيجابية أو تمر فيه وأنت زعلان وطاقتك سلبية، بالتالي تتعرقل أمورك أكثر. فخلونا إيجابيين. أيمن أنا عندي مشكلة في البث هني على الآيباد، لكن في مجموعة من الرسائل. واحد يقول عندي اختراع عن السمنة أتمنى أن يرسله لنا من الرياض. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالنور، أنا عندي صاحبي متين وراضي. إنزين علق أنتوا قلبتوا البرنامج. والله أنا حسيت يا طه صراحة. إحنا نعطي معلومات متنوعة يعني من الصحة للإيجابية للسعادة. الحين أنا بسأل سؤال. هذا
يعني الاختراع هذا لو صار يعني بيكون ثورة في عالم الطب. ولكن هنالك العديد من المنتجات اللي موجودة سواء في السوق أو حتى في السوشيال ميديا، اللي نحن مليون مرة قلنا لا تأخذون أدوية من وسائل التواصل الاجتماعي لأنه غلط. صحيح. غلط غلط صحيح، يعني ما كان هذا حتى لو الدواء مفيد غلط لا تاخذه من هناك، لانه ما تعرف كيف تخزينه وكيف وصلك وهل هو صالح للاستهلاك، هل هو اصلي مب اصلي، يعني وايد وايد اضرار. وباكر ويا ما شفنا حالات في المستشفيات انه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ماخذين ادويه وتسممهم ولا صارت لهم مضاعفات ثانيه. ولكن دكتوره انا ابغي اعرف الحين هذه الادويه اللي موجوده حاليا في السوق هل هي مفيدة مو مفيدة؟ توصون المرضى ياخذونها وما ياخذونها؟ أبغى أعرف هذه الأمور. أي دواء أحيانا أوكي محمد، في أدوية تقول تخسيس وفقدان شهية وما أدري كذا. بالضبط، وفي مو بس أدوية ترى حتى أعشاب يقولون خلطات. أيوة أعشاب اللي تنباع خارج الصيدليات، أأكد خارج الصيدليات، ولا دواء يعتبر. أنا ما بقول مصرح ولا غير مصرح، اللي في الصيدليات احيانا خارج الصيدليات متفقين ان تماما الواحد ما ياخذه. صح. اللي في الصيدلية هل هو مفيد مو مفيد؟ الدواء في الصيدلية محمد بالعادة يكون خضع برقابة وايدة، بس انت لو رحت الصيدلية انا اشك، مو متأكدة 100%. اذا انت دخلت الصيدلية قلت له عطني دواء تخسيس، ما اعتقد عنده دواء يقولك والله هذا اكيد بيضاعفك. احتمال عنده دواء مثلا يفتح الشهية، دواء فيتامينات، يعني اتوقع هالاشياء موجودة، بس دواء تخسيس مكتوب عليه تولوز ويت ما اعتقد فيه في الصيدلية. تلاقيه خارج، نعم انا شفت وايد موجود خارج الصيدليات. فهذا احنا ما بقول مصرح ولا غير مصرح، لا تاخذونه، لا تاخذونه من النهايه. لا حتى تعرف محمود كيف يستدرجون الناس، وحده تاخذه وتضعف تقول حق بعدها تشوفي انا شفتي قبل وبعد كيف تغيرت. لا يستدرجونكم هالاشياء يا جماعه، ان فلانه جربت وفي السوشيال ميديا حاطين صور قبل وبعد، هذه كلها خدع، والاثار الجانبيه ترى ما تبين من البدايه، تبين بعدين، فلا تشترون. ايضا يعني مساله مهمه جدا، انت جيت اخذت هذه الادويه او الشغلات مالت التخسيس، جيت تكلمت انه بالفعل نزلتك 4 كيلو 5 كيلو في اسبوعين. لا طيب. تنزل محمود اكثر، تنزل 20. مو مشكله، نزلت، تعال وقف، شو بيصير فيك بعدين؟ بيرد نفس الوزن واكثر. اكثر. بالضبط. اكثر. وتعال يعني مسألة صعبة انك انت تعال اخسر هذا الوزن بشكل طبيعي مرة ثانية. بالضبط، لان الدواء انت ما تقدر تاخذه كل عمرك، فترة معينة بتوقفه، فرح يرجع وزنك اضعاف مضاعفة. بس انا بقول لكم قصة على السريع قبل ما اطلع الفاصل، في بنت كانت حاطة في السوشيال ميديا في واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي تقول انها كان عندها حبوب شباب، وخذت خلطة من عند تاجرة تقول انها هي تصفي الوجه وتعالج حب الشباب. شوفوا، خذت الدواء صارتها حروق من الدرجة الثانية في وجهها، والحين قاعد تدور خلطة من عند تاجرة ثانية تعالج الحروق. ما تتعلم. قلت لها حبيبتي دخيلك لا تجربين، روحي عند طبيب جلدية، استثمري في وجهك، لأن هالحروق احتمال حتى ما تروح، فلا تستثمرون، لا تستخسرون الذهاب للطبيب يا جماعة. يعني الحروق ما تعرفون يعني وين ممكن، شو ممكن أثارها تكون على وجهها. الخلاصة، لا تأخذون أدوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. نعيد ونزيد ونكرر، وسائل التواصل الاجتماعي ليست صيدليات وليست أماكن مؤهلة لصرف أدوية، شو ما كانت هذه الأدوية، لا كريم غذائية ولا حبوب ولا أعشاب ولا شيء ولا شيء، لأن كلها خدع وكلها يعني مثل ما يسمون تسويق زائف. صحيح. فتحملوا على عماركم. في النهاية نحن نقدم هذه النصيحة ونقولكم يا ونقولكم الآثار ونقولكم التجارب اللي شفناها، فهذه مسألة خطيرة جدا. ويعني أنا أتمنى إن شاء الله يا رب يعني أن تكون في قوانين ملزمة لهذه الحسابات. يعني سمعنا من فترة دائرة اقتصادية يعني خالفت أحد الفاشينيستات زين أو مشاهير السوشيال ميديا مخالفة على ترويجها لسلعة زين مقلدة. يعني نتمنى هذا الموضوع ايضا يتعمم على طبعا. خطوة ممتازة محمود، يعني انا حتى لما شفت الاعلان استغربت، قلت كيف تعلن على متابعينها بمئات الالوف، تعلن لهم ان هالشنط مقلدة تعالوا اشتروا. واحنا في دبي عندنا سياسة حفظ حقوق الملكية الفكرية في الامارات بشكل عام، حفظ حقوق الملكية الفكرية، فزين والله
رد على الباجين. انزين دقيقه بس قبل لا نطلع الفاصل. طيب هذا اللي يروجونه مواطنين في النسب ببرامج تخصيص من شركه توزيع موجوده فعلا في دبي، شو عنها؟ قلنا لكم راينا وقلنا لكم هذا الموضوع غلط. اي فعلا انا ملاحظ ايش كثر يسوون دعايه حق هالبرنامج اللي ينحف. غلط تماما. الحين نقول لكم كل اللي يطلعون في هذا المجال غلطانين. اي حد يبيع اي منتج صحي او مكمل تغذوي على السوشيال ميديا هذا غلطان، لا تاخذوه من عنده. صحيح. لان في وايد امور سيئه قد تكون تتبع هذا الشراء. ليش يعلق؟ الحين من نسال ايمن خلي يشوف لنا حد من الجماعه المهندسين نشوف ليش البث يعلق في الانستغرام. فاصل ان شاء الله وبعد الفاصل راجعين. صحه وسعاده. حياكم الله معانا مرة ثانية مستمعين الكرام ومتابعينا عبر انستغرام نور دبي في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. طيب دكتورة أقرأ هذه الرسالة ولا تقرين أنت؟ نقرأها. الرزق ربي تكفل بل الجميع لجميع خلقه حتى الكافر الملحد واللي سعى وما حصل عمل من يتكفل برزقه غير الله. لا تقولي مقولة خطأ وإنما الاستغفار طاقة إيجابية يجلب الرزق من غير عمل لأنه وعد. أنا برد. اتفضل. يعني الدكتورة ما قالت مقولة غلط، هذا واحد، وأنت كلامك مو بغلط أو أنت كلامك مو بغلط، لأن الاستغفار بالفعل طاقة إيجابية ويجلب الرزق من غير عمل لأنه وعد. يعني من غير عمل لا، أو الاستغفار يجلب الرزق هو طاقة إيجابية 100%، لكن من غير عمل يفتح لك ممكن الباب ولكن أنت لازم تسعى له. لا هذا 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 ضد المبادئ الأساسية. عموما نحن ما نبغي ندخل في هذا المجال بشكل كبير لأن برنامجنا مختلف تماما، ولكن حبينا نقرأ هذا السؤال. هني في سؤال يقول دكتورة فرط الحركة وتشدد الانتباه والديسلكسيا صعوبة التعلم، صعوبة التعلم وين نقدر نتوجه في بلادنا لهذه الحالات؟ في اتوقع في مستشفى الجليلة موجودة عندهم اطباء متخصصين في مثل هالحالات. لكن هل تم تشخيص فعلا انه عنده ديسلكسيا ولا ما عندهم؟ احيانا الاهل يفترضون الطفل عنده ديسلكسيا او فرط حركة وتشتت انتباه، ولكن يكون مشكلة شوية اقل. فانا من رأيي في مستشفى الجليلة عندهم كادر جميل. طيب اليوم ايضا تحت في هيئه الصحه بدبي بحضور معالي حميد القطامي رئيس مجلس الاداره ومدير العام لهيئه الصحه بدبي بعدد من المستشفيات الهيئه وايضا مراكزها الصحيه اللي اتمت بنجاح تطبيق نظام سلامه على المستوى السادس من معيار امرام لجوده تقنيه الملفات الصحيه في المستشفيات، وذلك لاول مره على نطاق مستشفيات الاماره. طبعا أنا هني بتكلم لأن أبغي أوجه تحية لكل العاملين في إدارة تقنية المعلومات على هذه الإنجازات اللي تحققت في هذا النظام. وطبعا النظام يعني يحقق طفرة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدم في إمارة دبي. صحيح. على هذا الأساس نحن نستضيف معنا الأستاذة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات. صبحت الله بالخير أماني. صباح النور. هلا مرحبا. اول شيء الف مبروك. مبروك يا اماني، تستاهلوا ونستاهل في القطاع. بس مبروك عليكم انتم بعد. خبرينا عن اعتماد امرام، شو هذا الاعتماد وشو مستوياته؟ بالنسبه لاعتماد امرام هو لتحديد مستوى القطاع الصحي، منشآت القطاع الصحي في اللي هي تبني التقنيات او information technology يعني. ففيها سبع مراحل. احنا سابقا كنا المرحلة الثانية، بس الحمد لله مع تطبيق سلامة وتطبيق يعني وتنفيذ مشاريع اخرى لدعم التقنيات في الهيئة قفزنا يعني قفزة كبيرة الى مستوى السادس. حقيقة احنا لوصول المستوى السابع يعني هم السيستم عندهم ان ما يعطون اول مرة مستوى السابع، لازم السادس مرتين بعدين السابع. صحيح. فالحمد لله احنا
كبنية تحتية احنا جاهزين لبناء على السابع. فكان الاعتماد الحمد لله بدون يعني ملاحظات كبيرة، وكانت بالعكس كان المقيم سعيد جدا بالتطبيق، فالحمد لله كان إنجاز كبير يعني بالنسبة لنا. والشيء اللي احنا يعني فيها مثل يعني يونيك القطاع الرعاية الصحية، احنا نعتبر من اول قطاع رعاية صحية في الشرق الاوسط تحصل على ستيج 6 امبران، فهذا يعتبر انجاز كبير يعني الاوت بيشن امبران، فكان هذا انجاز كبير بالنسبة لهيئة الصحة. ممتاز اختي مايا، طبعا اكد على كلامك انه حصول منشآت قطاع الرعاية الصحية الاولية على مثل هل ممكن يقول هالاعتماد هو تأكيد لجودة نظام سلامة، ويأثر طبعا ينطبق على سلامة المرضى. هو طبعا لما يجي المقيم ويشوف نظام سلامة عندنا هو في الاساس يركز على سلامة المريض وارتباطه بسلامة، صحيح؟ طبعا لانه في اول شيء يشوف كيف احنا نستخدم النظام بطريقة انه يكون لصالح المريض، المعلومات صحيحة، استخدام نظام لتحقيق سلامة المريض، تحقيق احسن يعني طريقة للعلاج، استخدام اغلب مكونات النظام، لان الادوبشن تبني النظام يعني هل سيرتيفيكيشن او الاعتماد يعتمد على تبني النظام، هل احنا متبنين النظام، هم احنا نستخدمه استخدام صحيح. فيعني حتى هو تقييمه اكثر شيء كان مع المستخدمين، مع الاطباء، مع الممرضين، مع الاداريين، فيعني اكثر من انه هو يعني من ناحيه التقنيه، لان التقنيه جاهزه، النظام جاهز، بس هو يتاكد هل احنا القطاع الصحي سيرفيس بروفايدر يستخدمونه بطريقه صحيحه ولا لا. فالحمد لله كان يعني مقابلات مع الممرضات ومع الاطباء، فشافوا انهم فاهمين النظام ويستخدمونه بطريقه صحيحه، فعلى هالاساس يعني حصلنا على شهاده. جميل. انا هني ابغي كذلك يعني اشيد بالدور اللي قاموا به الاطباء والممرضين العاملين والاداريين العاملين في هيئه الصحه بشكل عام في هذا المجال، ايضا الاشاده الاكبر اماني اسمحي لي دي جمهور المتعاملين. ليش؟ لأن هم طولوا بالهم علينا وكانوا أحد المساهمين في إنجاح هذا المشروع. أكيد طبعا إحنا في أول مثلا في أول يوم أو في أول أسبوع من تطبيق النظام، طبعا لأن تطبيق نظام والمستخدمين شيء جديد عليهم، فيعني إحنا يعني المرضانا راعونا في هالشيء يعني حقيقة، وما كانت في شكاوي يعني علينا بطريقة يعني كبيرة، وتفهموا لما إحنا شرحنا لهم. والشيء الزين إن لما المقيم قال أنا يعني منبهر بطريقة إن الأطباء والممرضين عندكم تقبلوا النظام، لأن عادة أي نظام جديد يكون فيه مثل مقاومة ريزيستن من قبل المستخدمين. صحيح. مقاومة التغيير الموجودة في طبيعة النفس البشرية عموما. أيوة بس تقبل التغيير بطريقة يعني طبعا هاي يعني بجهود كل العاملين وبدعم القيادة وبدعم معالي حميد القطامي كان معانا في هذا المشروع خطوة بخطوة، يدعم لها المشروع خطوة بخطوة، فيعني شكر جزيل له بعد ولجميع المدراء المستشفيات ومدراء القطاع الطبي. على هذه النقطة أنا شوي خارج الموضوع، لكن أنا أبغى أتحدث عن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ومجتمع دبي على وجه الخصوص، يعني مجتمع مبدع قابل أو يقبل التغيير والتطوير، لأن سبحان الله نحن تم غرس هذه المسألة في دواخلنا، لأن دائما ما نسعى إلى التطوير والتعديل ومواكبة آخر التطورات والتكنولوجيا، وكذلك الحين بدينا نعمل أن نحن نشتغل على 10 سنوات قدام 10X نجيب الخبرات هذه والأشياء هذه حاليا لتطبيقها في دولة الإمارات. فيعطيكم ألف عافية أماني. إذا تبغين تقولي لنا بس المستقبل وين رايحين، شو عندكم جديد؟ احنا طبعا من اليوم بنبتدي ان نشتغل على ستيج 7 وهو اعلى يعني اعلى درجه في نظام الامرام،
فاحنا ان شاء الله يعني هدفنا ان السنه الجايه بنفس الوقت نكون على المنصه وحاصلين على ستيج 7. وطبعا هذا كان بمعالي يعني على طول قال عقب ما خذينا شهاده يلا اشتغلوا على ستيج 7، لان هدفنا طبعا الرياض في ورقم اول يعني. هي ما تبغي تقول، انا بقول لك شيء، انا احد المهندسين قال لي نحن اصلا مؤهلين حتى لناخذ الستيج 7، ولكن لأن بعض الأمور الأساسية أو الآلية العمل لديهم صح. لازم تمر فترة زمنية معينة على أيوة. ما بين المرحلة السادسة إلى السابعة، يعني أي لأن من شروط الشهادة أني لازم مرتنع على التكس، وأصلا إحنا هو قال التكنولوجيا عندكم موجود، التقنيات موجودة، لأن إحنا استخدمنا أفضل التقنيات، لكن يحتاج بعض يعني التقارير، استخدام التقارير واستخدام الريسيرش في الأبحاث صحيح. عشان نضمن الستيج 7 وإن شاء الله بناخذ الستيج 7 إن شاء الله وتمر السنة هذه إن شاء الله وناخذ الستيج 7 ومن نجاح لنجاح إن شاء الله القطاع الرعاية الصحية وهيئة الصحة في دبي بشكل عام. شاكرة لك أختي أماني جسمي تواجدت معنا اليوم ومبروك مرة ثانية. الله يبارك، شكرا جزيلا. إذن كانت معنا أستاذة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، كانت تحدثنا عن هذا الإنجاز اللي تحقق على مستوى هيئة الصحة بدبي من خلال نجاح مرحلة تطبيق نظام سلامة على المستوى السادس من معيار MRAM لجودة تقنيات الملفات الصحية في المستشفيات، وذلك لأول مرة على نطاق مستشفيات الإمارة، وأيضا ذكرت أن لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط يتم يعني تطبيق هذا النظام على المراكز. كل العيادات كل قطاع راح يصير عليه خذوا ستيج 6، وانا كنت معاهم محمود لما يقيموا البرشة المقيم يوم إجازة 10 أيام كان يوم السبت لا كان يوم السبت لما يا المقيم ما شاء الله كان منبهر بمستوى استخدام السلامة وكيف كل شيء إلكترونيا، وإن شاء الله نحقق ستيج 7. نعم، من غير عمل ليست فرص متاحة للجميع، والرزق ليس مال فقط تأملوها. نحن نتمنى أنك كنت تتأمل كلامنا بعد كذلك، ها تأمل لا كلامنا يعني. عموما فاصل بعد الفاصل إن شاء الله راجعين. صحة وسعادة، ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. ما زلنا في نفس الثيم ونفس الموضوع اللي هو الهمز والإمرام واعتماد نظام سلامة. طبعا تشهد دبي اليوم أعمال دورة السابعة لمؤتمر نظم إدارة المعلومات الصحية همز في الشرق الأوسط، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي، المدينة العالمية والأسرع نموا التي تدرك قيمة وأهمية نظم المعلومات في صناعة ودعم القرار وصياغة الخطط والبرامج ورسم ملامح المستقبل وتحديد أدوات مواجهة كل التحديات. حول مؤتمر همز ومحاورة وأهدافه والكلام الكبير اللي قلنا لكم إياه عندنا على الهواء، دكتور محمد رضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة دبي. صباحك ورد دكتور محمد. الدكتور معانا؟ صباح النور. هلا دكتور، شخبارك؟ انت موافق على الكلام الكبير اللي قالته؟ كلام كبير طال عمرك بس الدكتورة دائما ما شاء الله عليها تعطي كريدت وما شاء الله عليها تستحقون دكتور محمد، يعني انتم جهودكم طويل الهيئة الله يحفظك. شكرا لك، شكرا. تعطيني دكتور محمد اول شيء نبدا، شو هو مؤتمر همز؟ شو فائدته؟ عن شو يتكلم؟ اوه سالتي عن عظيم. سالته عن عظيم هو كلام كبير. لا وعليكم وعليكم زود. تفضل دكتور. دكتوره هذا المؤتمر بس نعطي شويه عن تاريخ هذا المؤتمر وكيف بدا في الخليج بطريقه يعني عامه. بدا هذا المؤتمر في 2008 في البحرين، وكان حضوره ما يقارب 99 شخص، يعني أذكر هذا الرقم بالتحديد. عقب انتقل إلى عمان وانتقل إلى السعودية، ومن تقريبا 2010 إلى الآن ثبت في دبي، لأن شافوا أن دبي بالفعل يعني حاضن الابتكارات واتجاهها وتوجيهات القيادة العامة عندنا في الحكومة وفي هيئة الصحة دبي بالنسبة للتحول الإلكتروني يمكن سريع جدا، وشافوا أن تواجدهم هنا بيدعمنا استراتيجيا. وبالفعل من هذا الدعم صار عندنا برنامج رقم 13 اللي هو برنامج المعلوماتية الطبية في استراتيجية الصحة دبي 2021 اللي هو سلامة ونابض، برنامج سلامة ونابض. اليوم تم تكريم
برنامج سلامة على المستوى السادس. شو هو المستوى السادس؟ من ضمن هذا المؤتمر كان اتفاقنا أنهم يعملون سيرفي أو مسح للأنظمة المعلوماتية الموجودة في إمارة دبي. فمسحهم أو نتيجة المسح تعطي 7 كم المستوى الأعلى إذا قلنا 7 نجوم، أو 0 اللي هو ما في أي أتمتة للمستشفى. 7 اللي هو المستشفى المؤتمت كاملا ما في ولا ورقة، 0 للمستشفى اللي بالفعل كامل على أوراق. اليوم مستشفيات هيئة الصحة، مستشفى دبي وراشد كان أول من خلص هذا المسح، وبالفعل كان الإعلان عنه أن أول مستشفى في دبي يحصل على المستوى السادس، والمستوى السادس جدا صعب الوصول إليه، مو بشيء هين. يعني خلالنا عمل مع فريق سلامة ما يقارب 3 سنوات، وبالفعل انتقل مستشفى راشد من المرحلة الثانية أو المستوى الثاني إلى المستوى السادس، فما يقارب 4 خطوات 4 جمبس عملهم مستشفى راشد، وبنفس الشيء مستشفى دبي و 14 مركز صحي اليوم في خدمات الرعاية الصحية الأولية. فاليوم يوم تاريخي أنا أعتبره لهيئة الصحة بدبي ولإمارة دبي وللدولة، أن ما يقارب 16 مؤسسة صحية في إمارة دبي حصلت على المستوى السادس. جميل جدا دكتور. نرجع إلى المؤتمر، مؤتمر همز. طبعا ذكرت أن استضافة دبي لهذا المؤتمر هو حدث مهم دائما. همز يعني واحدة من أبرز المؤتمرات والمعارض العالمية اللي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا يعني فرع صغير من هذا المؤتمر ولا لا؟ وبعدين نبغي نعرف منو الحضور وشو تخصصاتهم ووين صناع القرار ما بين الحضور. الحمد لله اليوم كان المؤتمر بافتتاح معالي محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام هيئة الصحة دبي. ما شاء الله عليه، هو الدافع الأساسي للنقزة هاي اللي استوت هيئة الصحة من ستيج 2 إلى ستيج 6 خص بالسنتين اللي طافن. صناع القرار موجودين اليوم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من دائرة الصحة بأبو ظبي، من مدينة دبي الطبية، وأيضا من مؤسسة الصحة الخدمات الطبية في أبو ظبي. متواجدين على مستوى المدراء التنفيذيين ومستوى مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام. ما شاء الله حضور كبير اليوم. أنا بس أنتظر توصلني الأعداد، بس أعتقد هالسنة طفنا العدد. عدد السنة الماضية، السنة الماضية كان موجود أنه تقريبا 500 أو 600 شخص، هالسنة أتوقع أنه أشوف القاعة مليانة ما شاء الله، وشيء هذا مثلج الصدر. بالنسبة للمشاريع القائمة بين هالثلاث 4 هيئات اللي تشوفهم اليوم في الدولة، أعتقد هذا المؤتمر يعمل لهم توحيد على مستوى الرؤى وتوحيد على مستوى المعايير اللي يعني بشوفها في دولة الإمارات. وصار لنا تقريبا 10 سنوات نتكلم هذه المعايير، اليوم شفنا تطبيقها. وبإذن الله نتكلم عن المستقبل، نشوف شيء أفضل كثير مما شفناه اليوم. تذكر 99 عدد الحضور في 2008. هذه نسبة انتخابات دكتور. بس 1% معارض. دكتور محمد، ممكن تعطينا أهم المحاور والأهداف التي مناقشتها في المؤتمر؟ يتكلمون عن الأنظمة الإلكترونية، ومش عن الملفات الطبية الإلكترونية اليوم. يعني أنا أتأكد من محاور المؤتمر أن ما نتكلم عن الملف الطبي الإلكتروني، نتكلم عن ما بعد. اليوم نشوف بالفعل هيئة الصحة وصلت إلى ستيج الثالث، طيب شو نكست؟ شو بنعمل؟ شو بنقدم للمريض؟ كيف بنوصل لسعادة المريض؟ لأن الأتمتة اليوم أحد المحاور اللي ممكن توصل لسعادة المريض. ولكن شفنا الاستثمارات القوية صراحة من كل المؤسسات الموجودة لنا اليوم، شفنا أيضا الابتكارات الجديدة اللي طالعة من العارضين اليوم من السبونسرز. ولكن دائما نحن بنشوف شو الأفضل وشو الخطوة القادمة. وصلنا لمرحلة ما بنوقف عليها، وحتى كانت توجيهات معالي أن متى بنوصل للستيج السابع، فإذن الخطط اللي تكون موجودة من اليوم أن بإذن الله على العام القادم نوصل للستيج السابع. ممتاز دكتور، بس نذكر بالمؤتمر كم يوم بيكون؟ بيكون 3 أيام، يومين في دبي، اليوم مباشر في دبي في مدينة دبي الطبية مركز محمد فراش الأكاديمي الطبي، وإن شاء الله ورا باشر بينتقل المؤتمر إلى أبوظبي.
إلى أبو ظبي. طيب دكتور عندي سؤال ثاني بعد، هل الدعوة عامة لجميع الجمهور أو المتخصصين؟ نعم نعم حياهم الله يطول عمر المتخصص في المعلوماتية الطبية أو مجال تقنية المعلومات أو المجال الطبي بالتحديد، حياهم الله، نحن ممكن نساعدهم بالتسجيل، ويعني هدفنا أن الاستفادة التامة لإمارة دبي وللدولة. واللي مثلي أنا؟ انت طال عمرك تامر، انت اول واحد محمود. لا يعني اللي ما له علاقه بالمعلوماتيه الطبيه محمود، اليوم نحن هاي ثقافه اصبحت ثقافه الاتمته وثقافه تقنيه المعلومات اليوم داخله في حياتك. انا متاكد انك كنت عندك في البيت نوع من الاتمته، عملت يا في 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 الصاله او في المطبخ او كذا، ف يعني اليوم صارت هاي ثقافه عامه. اليوم اذا انت بتنتقل لمرحله الطب او الصحه، أنت أيضا من المستفيدين من الصحة، وأنت حاليا شاب في العشرينات محمود. والله دكتور أنا أتوقع، لكن باكر يوم بتكبر العمر بتحتاج. والله دكتور أنا أتوقع أنت العمالة المنزلية اللي عندك في البيت مسوي لهم بروسس، وهذا البروسس فيه أتمتة له إلكترونيا قاعد تتابعهم بالفيديو بالصورة زين، عن طريق الساعة كل شيء إلكترونيا عندك. طيب دكتور، أهم النتائج اللي تتوقعونها من خلال خروجكم بهذا المؤتمر، يعني إن شاء الله بعد ثلاثة أيام نتوقع إن شاء الله إعلان كثير من المؤسسات أن خطوات القادمة، نتوقع بعض الاتفاقيات اللي تتم أيضا خلال هذا المؤتمر بين المؤسسات الموجودة في الدولة وبين الرعاة اللي موجودين عندنا أيضا. بصراحة يعني لما أشوف الرعاة ولما أشوف كرمهم في الاستثمار في هذا المؤتمر، يعني اليوم حتى ما نقدر نقول هم قطاع خاص أو شركة خاصة أو كذا، لا نشوفهم شريك استراتيجي، أكثر من استراتيجيين، يعني هم أصبحوا جزء من فريقنا. يعني حتى نزعل يعني أصبحنا لما نشوف أن شركة مثلا صار لها تقليص عدد موظفين أو كذا، نحن عندي الفريق يزعل. ليش؟ لأن هذا الفريق صار جزء من هيئة الصحة، نتعامل وياهم بشكل يومي وعلى الطاولة معانا وفي مكاتبنا موجودين، وتعرف يعني أصبحوا جزء من فريقنا. فاليوم حتى كلمة شريك استراتيجي أو شريك من القطاع الخاص، يعني أشوف لا ما تصح بتعبيرهم أو توفيهم حقهم، إنهم بالفعل أصبحوا جزء من فريقنا في هيئة الصحة. إذا زينين وظفوهم عنا. جزاك الله خير دكتور محمد، ما أريد في كلمة أخيرة تبغي توجهها؟ والله طول عمر شاكرين لكم، انتم دعمكم في الاعلام في هيئه الصحه دائما مواظبين معنا على جهود الاتمته اللي قائمه في هيئه الصحه وفي اماره دبي، وباذن الله ان شاء الله القادم اكثر، ومثل ما يقولون كومينج سون، اشياء موجوده عندنا في الاستراتيجيه واشياء فوق الاستراتيجيه ايضا بيتم الاعلان عنها في هذا المؤتمر، وإن شاء الله السنة الجاية بتكون النتائج أفضل وأفضل. شفنا قفزات كبيرة هاي السنة، وبإذن الله القفزات أكبر السنة الجاية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق. دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي كان يحدثنا عن الدورة السابعة لمؤتمر نظم إدارة المعلومات الصحية همس الشرق الأوسط، كان معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا دكتورة. هلا. طيب أنا برجع لأول موضوع تحدثنا فيه مع بداية البرنامج، إنزين، على مواضيع السمنة ومواضيع التغذية. الآن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا دائما هي عملية أن هنالك تفشي عند الأطفال، تفشي مرض السمنة عند الأطفال، وللأسف هذا اللحظة في بيوتنا، اللحظة في مدارسنا، اللحظة في السوق، اللحظة في وايد أماكن. بالضبط. الآن أبغي يعني أعرف الأهل ليش ما يتعاملون مع هذه القضية بشكل يعني حازم. ما أبغى أقول حازم لأن ممكن حد من الناس يقول لا والله نحن ما نقدر نسيطر على عيالنا، ولكن إذا هو مو كثر السيطرة ما بعدها مشكلة. نرد موضوع على نبغى نتكلم لأن النسبة ما بين كل ثلاث أطفال هنالك الطفل مصاب بالسمنة. محمود المشكلة إن الأمهات يكون عندها نظرة إن الطفل السمين يعني الطفل زين، ولكن تعرف شو نشوف إحنا؟ إن الأطفال السمان هم أكثر ناس عندهم سوء تغذية، يكون عندهم فقر دم، يكون عندهم نقص فيتامينات. المشكلة محمود مو في
بالعادة احنا نشوف العيادة مو بكمية الأكل يأكل الطفل. هل مشكلة؟ المشكلة عندنا في نوعية الأكل. تلاقي الطفل أكل عبارة طول اليوم عبارة عن سناكس، الوجبات الخفيفة الموجودة دائما في البيت، ولما تقول حق الأم امنعي تقول ما أقدر. الحل دائما يكون ان انا ما اجيب الاشياء في البيت. شو تقول امهات دائما محمود في المدرسه ياكل؟ ما على المدرسه انا ما عندي تحكم عليها. يعني ممكن اتكلم مع المدرسه اقول لها مثلا ليش توفرون مثلا وجبات خفيفه غير صحيه، ولكن انا ما اقدر اتحكم في المدرسه 100%، ولكن عندي تحكم في البيت. هو بياكل في المدرسه بيرد البيت، شو انا اعوده في البيت؟ وترى محمود عيالنا احنا شو نعودهم؟ انا عودته مثلا ان ياكل مثلا قطعه شوكولاته واحده في اليوم، بيسوء تعود. حتى لو في المدرسه حصل مقصف مفتوح في كل انواع مواد وطن، هو تعوده. انت شو تعودينه؟ مو بموضوع عوده بس، انا اواعيه الطفل ترى مو بمخلوق غبي، صحيح ذكي، ذكاء مش طبيعي دكتوره. وممكن الواحد يعني يوجه الطفل توجيه معين بالضبط. خلاص يصير معه ان هذا يكون ديدا في حياته. بالضبط. التعامل مع الطفل على ان مخه صغير هذا كلام خاطئ. انزين، هذا واحد. من جهه ثانيه ترى الصعوبه في التربيه مو في الانجاب. صح، الحمل والإنجاب ترى سهل، ما في مشكلة، ألم الولادة وبعدين بعد هذا خلاص، ولكن التربية اللي تتم معنا طول عمرنا. ولازم يا جماعة شوية نكون محمد ما يحب الكلمة حازمين، شوية مو بكثيرا، قليلا مع عيالنا عشان مصلحتهم في النهاية. ونتكلم الطفل مهم جدا. أنا لاقي أمهات يكلمون الأطفال الطفل عمره 5 سنوات أو 4 سنوات، أتكلم كان الطفل عمره سنة واحدة، يعني تقول لا ما يفهم. هو يفهم، انت علي مستوى الحوار، انا علي مستوى الحوار شوي، الطفل راح يفهم ويستوعب. استخدم مصطلحات بسيطة وكلمي مع الاي كونتاكت، خليه قدامك وكلمي يقول ماما تعالي نتكلم مع بعض، وكلمي يستوعب ويفهم ويقدر الطفل. شو ما يستوعب؟ البارحة يعني طفل في معرض الكتاب، ما شاء الله تبارك الرحمن، شو هذا الخيال الواسع؟ اقول له انت وين اهلك؟ ايه، يقول لي انا جاي بروحي. ما شاء الله عليك، 5 سنوات عمره. زين، ما شاء الله. قلت كيف جاي بروحك؟ قال لي انا اخذت اللكسس مال ابوي ويت المعرض. وين وقفته؟ قال وقفته هناك بعيد شويه. ما شاء الله عليك. وين سويتش السياره؟ قال حطيته في السياره. زين، كل سؤال عنده جواب. عنده جواب. صح. فالأطفال هالأيام يعني أذكية جدا، ولكن يا جماعة الخير مسألة نشوفها بالعين المجردة، حتى مو محتاجة أبحاث ولا أرقام ولا إحصائيات ولا دراسات. يعني أنت بس خذ لك يعني نظرة على الصغارية اللي عندك في البيت، عيال أختك، عيال أخوك، عيال الجيران في الفريج، الطالع بس الطالع. يا جماعة مصيبة يعني. بالضبط محمود، وفي نقطة مهمة أنت قلتها، تقول لكل سؤال جواب. في نقطة بعد مهمة جدا للأمهات، لما الطفل يسأل سؤال مثلا ماما لا تأكل كاكاو وايد، هو طبيعي بيسأل ليش، عطيه جواب منطقي. شو يقول الأمهات؟ لا لأنك بتروح عند الدكتور، بطنك بيعبرك بوديك عند الدكتور. لا نخوفهم بهالطريقة، لا نعطي رسالة سلبية إن لو سويتها بتروح عند الطبيب، بالتالي شو أسوي؟ ما أزرع فيه عادة غذائية صحيحة وخوفه من الدكتور. قولي لا ماما، لأن هذا ما في مواد مفيدة لك أنت عشان تطول، عشان تستوي أذكى. خذوهم بهالطريقة، عطوهم أجوبة منطقية، لا نعطيهم أجوبة عشان يسكت الطفل. هني بعد نبغي من دور الإعلام كذلك أن يكون تكون في عملية مكثفة في هذا المجال، لأن يا جماعة الخير يمكن نحن في جيلنا كانت هنالك العديد من البرامج الموجهة للأطفال، وتكون هادفة وتكون فيها توعية وتوصل لنا المعلومة بشكل جيد. الآن يعني ما قمنا نشوف هذه البرامج بشكل كبير. بالضبط. المسلسلات الكرتونية، أتذكر والله مسلسل كرتوني أظني هو فرنسي، كان يتحدث عن يعني هذا اللي سواه مبدع، ما أتذكر شو اسم المسلسل، بس كان يتحدث عن ما يحدث داخل محمود؟ لا هي نسخة فرنسية بس جايبينها بالعربية، يعني باللغة العربية، ولكن كان يتحدث عن ما يحدث في داخل جسم الإنسان، مصور كرات الدم البيضاء. صحيح صحيح. كان يا مكان الحياة اسمه. كان رسوم متحركة جدا جميلة، كان وايد يعطيك معلومات بأسلوب وايد بسيط. عبقري
صح مثل ما يقول نوح، موضوع يعني هذه الشغلات اللي نحن نحتاجها. طيب ما هي منع اني انا ممكن اراوغ الصغارية عندي الحين، اعتقد انه موجوده على الانترنت، ممكن الواحد ينزل هذه البرامج ممكن يحطها حق عياله. تذكر محمود افتح يا سمسم، يمكننا صغار لو تذكروا افتح يا سمسم، كان الرجل اللي عنده العربة الخضره والفاكهه يعطيك إشارة لا إرادية للطفل إنه لما الطفل يبي يشتري من عنده يعطيه خضرة أو فاكهة، ما كان في شيبس، ما كان في كاكاو، ما كان في عصير. فهل الرموز البسيطة اللي كانت عندنا أتوقع هي اللي نمت فينا حب إنه لا لازم ناكل خضرة، لازم ناكل فاكهة والأشياء. نحتاج عباقرة في يعني مخاطبة الأطفال بشكل أو بآخر في عملية تعزيز. صح. يعني مو بس مواضيع التغذية السليمة والسمنة والأكل، العديد من الأمور اللي نحن نحتاجها جماعة الخير. يعني وايد مهم أن ننتبه لعيالنا، الله يحفظهم يا رب ويحفظكم أنتم ويبعد عنكم كل الأمراض، ونتمنى إن شاء الله الشفاء الدائم لكل المرضى. أمين. وهذه تحية كذلك لكل المرضى المتواجدين في المستشفيات واللي يتابعونا عبر أثير إذاعة نور دبي أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، الغد إن شاء الله عندنا مواضيع جديدة ومتجددة، فحتى ذلك الوقت قبل لا نختم تحية لك ميرا الغفلي والكمباك، شكرا لك يا أيمن سرحيل، وكل الشكر لك دكتورة ندى الملة. شكرا لكم، هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم بالغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.